مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، تواصل معكم من جديد مع انطلاقه تحدينا الثالث عشر والمخصص للقعدان المحليات من سن الاداء سن الابداعي والامتاع لابناء القبائل. ومسافه هذا التحدي هي 6 كيلومترات من هنا من ارضيه ميدان التله لسباقات الهجن العربيه الاصيله. فاتمنى التوفيق والناموس والسلامه لجميع المشاركين. سلهود من يتقدم على اول المراكز، مبارك بن سعيد بن سالم بن واس الكتبي يقدم لنا سلهود لينطلق مع الصداره. اما ثانيا اتابع الواعي سعيد بن نايع بن حافش الخاطري ينطلق مع ثانية المراكز. انتقل لثالث المراكز لنتأخر قليلا ونرصد الأسماء التي بدأت بالوصول وبدأت بالتقدم في هذه اللحظات لتنطلق وتندفع مع ثالث المراكز. من وصل في هذه اللحظات؟ تقدم المحيط محمد بن خلفان بن محمد الغفلي، متعب واصل رابعا، كاسب بن سالم بن كاسب المسافري. أما خامسا وصل حيزوم سعيد بن سالم باللوتية العامري، وسادسا أتابع مهدي حمد بن سعيد بن سالم الدرعي واصل وقادم في هذه اللحظات. وأيضا المحيط واصل شعار مشاغب علي بن سهيل اليبهون الظاهري، وتحرك متوكل الويطي بن سعيد الويطي المحرمي. أما ثامن وصل شاهين سعيد بن عبيد بن ضبيعة الاكتبي، وتاسعا شاهين احمد بن علي بن سلطان الاكتبي، وعاشرا الاسد مبارك بن حمد بن عود العامري. هكذا هي النتيجة ونداؤنا الاول يا ملاك ويا مضمرين، دعناه عليكم وعلى مسامعكم بالوفاء والتمام لرحلتي وانطلاقتي تحدينا الثالث عشر ضمن تحديات الإذاعة لهذا الصباح، لأعود مجددا، أعود إلى المقدمة، أعود إلى الخاطري، أعود إلى الواعي، من غير الأمور ليأتي مع الصدارة سعيد بن نايع بن حافش الخاطري. لكن حذاري من شعار شامه يأتي في هذه اللحظات ليتقدم بن كاسب ويندفع مع متعب مع ثاني المراكز، يريد النقطة الثانية بعد أن قدم لنا شامه في أحد الأشواط لهذا الصباح. يأتي ليدفع بمتعب مع ثاني المراكز، كاسب بن سالم بن كاسب المسافري. سلهود يتحرك، ولا من تقدم؟ من وصل المحيط؟ علي بن سهيل اليبهون الظاهري صاحب التوقيت الأفضل، 9:46 88 جزءا من الثواني هو التوقيت الأفضل، مع شعار مشاغب لشعار اليبهون الظاهري. وخامسا وصل المحيط محمد بن خلفان بن محمد الأغفلي، تحرك مهدي حمد بن سعيد بن سالم الدرعي واصل وقادم في هذه اللحظات. هكذا هي النتيجة ونداؤنا الثاني يا ملاك ويا مضمرين، لأعود مجددا، أعود إلى الصدارة، أعود إلى متعب، إلى المركز الأول. كاسب بن سالم بن كاسب المسافري يكسب الصدارة، يكسب المقدمة، يكسب النقطة الثانية لهذا الشعار بشعار أبو سالم شعار شامة. لكن حذاري من المحيط القادم بكل قوته مع ثاني المراكز محمد بن خلفان بن محمد الأغفلي، وتحرك مهدي حمد بن سعيد بن سالم الدرعي، وتقدم أيضا اليبهوني في هذه اللحظات. لكن أعود إلى متعب، أعود إلى شعار بن كاسب مع دخولنا للكيلو الأخير، الكيلو المثير يا ملاك ويا مضمرين. روح متعب كاسب بن سالم بن كاسب المسافري، روح بالمقدمة، روح
بالصدارة شعار شامة، والنقطة الثانية كعادته أبو سالم يكسب المراكز الأولى، يكسب الانتصارات، يكسب التحديات، يكسب النواميس. متعب يا متعب، متعود على السبق، متعود على المركز الأول. كاسب بن سالم بن كاسب المسافري، الأسماء تحاول، اللي يبهوني واصل ولا من تقدم حيزوم. سعيد بن سالم باللوتية العامري، وأيضا المحيط قادم علي بن سهيل اللي يبهون الظاهرية. لكن أعود إلى متعب 400 متر والعصا في الأبطان. روح بالانتصار، روح متعب، روح بالمقدمة، روح بالمركز الأول بهذا العرض الرائع والجميل ليهدي أهالي السوان. النقطة الثانية بعد أن قدم لنا شامة، يأتي أبو سالم ليدفع بمتعب ويذهب بالنقطة الثانية لشعاره. سلام بن كاسب، سلام، سلام السوان، سلام، سلام متعب، سلام. من ذهب بالناموس هو الانتصار. أما ثانيا كان متوكل الويطي بن سعيد بن الويطي المحرم المحيط مع اليابون، يأتي ثالثا ورابعا وخامسا عند أعضاء خط النهاية. 9:50 ثمانية وسبعون جزءا من الثواني هو التوقيت. تعالوا ناموسك.